وفي الجانب المجتمعي أيضا لا زالت حملة رفع تجاوزات على الطرق الفرعية والرئيسية بقضاء بيجي متواصلة لليوم الثالث على التوالي. وقد أشاد قائم مقام القضاء محمد محمود بتعاون الأهالي ورفع الكثير من تجاوزاتهم بغية الإسراع بحملة التأهيل ورفع الأنقاض للبدء بمرحلة التعبيد والإنارة. وقد أبدى الأهالي تفاؤلا كبيرا لوجود أعمال فعلية على أرض الواقع تعيد أمل إعادة إعمار مناطقهم وتسهيل عودة الأسر النازحة. الحقيقة يعني العمل جاري على تسوية الشوارع ورفع الأنقاض ورفع التجاوزات. التجاوزات تقريبا البسيطة احنا حقيقة نرى هناك تفاعل من قبل المواطنين واستجابة بدون أي ضغوط، شاكرين جهود المواطنين على هذا التفاعل من أجل رفع التجاوزات عن الشوارع ولتسريع العمل في الحي العصري وإنجاز الأعمال بأقل ما يمكن من الوقت إن شاء الله. صراحة المواطن عنده إحباط بالنسبة للإعمار والنسبة للتعويض، ولكن إن شاء الله سنشوف الحملة القائمة من قبل محافظ صلاح الدين مشكورة، حملة جدية في إكساء الشوارع وفي رفع التجاوزات، وإن شاء الله احنا نستبشر خير ونطلب من السيد المحافظ والسيد والقائمين على الحملة أنه بذل اكثر جهود لانجاح هذه الحمله. بدات حمله رفع التجاوزات وان كان بها يعني ضرر على المواطن، ولكن احنا مع القانون ومطول يصب هذا العمل بمصلحه المنطقه والبيج بشكل عام ماكو مشكله، حتى اذا كان اضرار ماديه علينا ماكو مشكله، بس الاهم تستمر هذه الحمله وحتى نخلص من الخدمات الرديئه اللي عانينا منها على مدى اكثر من 20 سنه حقيقه.